فيكتوريا في قيادة مصر للتأهل لدور ال 16؟ يعني يمكن لما تيجي تستعرض يا احمد مشوار المنتخب في الثلاث مباريات اللي لعبهم منتخب مصر في البطوله هتجد تضارب كبير جدا، يعني هتجد حاله هجوميه مميزه جدا للمنتخب المصري، بتحرز 6 اهداف في الثلاث مباريات مقارنه بمشوار منتخب مصر البطوله الماضيه مع كارلوس كيروش، انت احرزت 2 فقط في دور المجموعات، هدف امام غينيا وهدف امام السودان، فانت المعدل الهجومي اللي عمله منتخب مصر حتى الان في دور المجموعات معدل مميز جدا. ولكن ايه اللي ما حسسكش انت كمتابع او كمشجع للمنتخب المصري ان ده رقم مميز، ان كان بيقابله في المقابل رقم سلبي جدا في الدفاع، وهو استقبال منتخب مصر لست اهداف في 3 مباريات، والاصعب من كده كمان ان ال6 اهداف هم دول عدد الفرص اللي وصل بيهم الثلاث منتخبات امام المنتخب المصري، يعني كل منتخب وصل بفرصه امام منتخب مصر قدر يسجل منها هدف، وده رقم سلبي جدا. يعني انت لما تيجي تراجع ال6 اهداف اللي استقبلهم شباك منتخب او استقبلتهم شباك منتخب مصر هتجد ان الاهداف كلها غير منطقيه، سواء ان هدفين موزمبيق او هدفين غانا او حتى هدفين كاب فيردي. فالمنتخب المصري بيعاني من حاله تخبط كبيره جدا، مش هنقول على مستوى الافراد على قد ما هي حاله تخبط في منظومه اللعب الجماعي، يعني المنظومه او المنظومه الدفاعيه في منتخب مصر في حاله من الربكه. أي. يمكن ظهرت في هدف موزمبيق الاول، ظهرت في هدف غانا الثاني، ظهرت امام كاب فيردي في الهدف الاول وفي الهدف الثاني، تلاقي تحس ان بمجرد وصول لاعبي الفريق المنافس او دخولهم لمنطقه جزاء منتخب مصر بيحصل ربكة سهله قوي. وسهله جدا، سهله على المدافعين، في سوء في التمركز والتغطيه، وده واضح جدا جدا. هل ممكن يبقى تراجع مستوى منعم وحجازي؟ وارد. هل ممكن يبقى عدم انسجام ما بين، انا بتكلم بالذات على قلوب الدفاع لانه اغلب